بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا ومن هذه الليلة نستقبل العشر الأخيرة من شهر رمضان، هذه العشر المباركة المفضلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالاجتهاد بالعبادة. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. وفي حديث آخر قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها لسببين. السبب الأول أن هذه العشر هي ختام الشهر، والأعمال بالخواتيم، فقد يكون الإنسان فرط في أول الشهر وفي وسطه فيستدرك ما حصل منه من تفريط في هذه العشر، والأعمال بالخواتيم. وثانيا، من أسباب اجتهاده عليه الصلاة والسلام في هذه العشر تحريا لليلة القدر، فإن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر وقال: من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر. فلهذين السببين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها. وكان كما تقدم، كان إذا دخل العشر شد مئزره، وهذا كناية عن اعتزاله للنساء والجماع، تفرغاً لطاعة الله عز وجل وعبادته. وثانياً، أحيا ليلة، فإنه كان يحيي الليل بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن وغير ذلك من أنواع الطاعة. وثالثاً، أيقظ أهله لأجل أن يغتنموا هذه الليالي الشريفة بما هي جديرة به من العبادة. والمشروع في هذه العشر أن يجتهد الإنسان في سائر أنواع الطاعات، لكن هناك طاعات مخصوصة في هذه العشر، فمنها أولاً القيام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فيشرع للمؤمن في هذه الليالي أن يحيي الليل بالصلاة، يصلي التراويح وما يسمى بالتهجد وغير ذلك. ثانياً، من الأعمال المشروعة في هذه العشر الاعتكاف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كما سيأتي. والاعتكاف في اللغة بمعنى لزوم الشيء والمواظبة عليه. قال الله عز وجل عن إبراهيم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني مواظبون على عبادتها وملازمون. أما شرعا، فالاعتكاف
هو التفرغ لطاعة الله عز وجل والانقطاع لعبادته في بيت من بيوته، فهو تفرغ لطاعة الله وانقطاع يعني عن الدنيا في مسجد من مساجد الله لهذا المقصد. هذا هو الاعتكاف، انقطاع الإنسان وتفرغه لطاعة الله عز وجل في مسجد من المساجد. والمقصود بالاعتكاف كما تقدم أمران: الأمر الأول تحري ليلة القدر، أن يتحرى ليلة القدر، والأمر الثاني انقطاع الإنسان عن الدنيا بحيث ينقطع عن الدنيا ويشتغل بذكر الله عز وجل. هذان هما مقصدا الاعتكاف. المقصد الأول التحري ليلة القدر، كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم اعتكف العشر الأخير. وثانيا من مقاصد الاعتكاف التفرغ لطاعة الله عز وجل والانقطاع به سبحانه وتعالى. والاعتكاف مشروع بكتاب الله وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. أما الكتاب فقال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فدلالتها على مشروعية الاعتكاف بأنواع السنة الثلاثة: السنة القولية، والسنة الفعلية، والسنة الإقرارية. أما السنة القولية فمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان معتكفاً فليعتكف العشر الأواخر. وأما السنة الفعلية فكما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، واعتكف أزواجه من بعده. وأما السنة الإقرارية فهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة رضي الله عنهم على اعتكافهم، فقد كان يشاهدهم يعتكفون ولم ينكر عليهم. وأما الإجماع فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم عن أحد من أهل العلم خلافاً أن الاعتكاف مسنون. لا أعلم خلافاً عن أحد من أهل العلم أن الاعتكاف مسنون. والاعتكاف له شروط، منها أولاً الإسلام، فلا يصح الاعتكاف من الكافر، وذلك لأن الاعتكاف عبادة، ومن شرط قبول العبادة أن يكون فاعلها مسلماً. فالكافر حتى لو عمل العبادة فإنها لا تصح منه. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وثانيا من شرط صحة الاعتكاف العقل، فلا يصح الاعتكاف من لا عقل له، كالصغير الذي دون التمييز والكبير المهذر ونحو ذلك. وذلك لأن الاعتكاف عبادة، وكل عبادة لا بد لها من النية، والنية لا تتصور ممن لا عقل له، فكان لا بد من العقل لتحتم وجود النية في العبادة. والشرط الثالث من شروط صحة الاعتكاف
كونه في مسجد، يعني أن يكون الاعتكاف في مسجد، كما قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد. فلو اعتكف الإنسان في بيته أو في محل في بيته أعده للصلاة فإن ذلك لا يصح، بل لا بد أن يكون في المسجد. ولا بد أيضا أن يكون هذا المسجد مما يجمع فيه، يعني تصلى فيه الجماعة إذا كان المعتكف ممن تلزمه الجماعة، فلا بد أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. وأما إذا كان المعتكف أو من يريد الاعتكاف ليس من أهل الجماعة كالمرأة فلا يشترط ذلك، ولذلك يصح أن تعتكف المرأة في مصلى العيد إذا قلنا إن مصلى العيد مسجد وله أحكام المساجد. الشرط الرابع من شروط صحة الاعتكاف الخلو من الموانع. ومعنى الخلو من الموانع يعني ألا يوجد في المعتكف مانع يمنع من صحة الاعتكاف، والمراد بذلك الحيض والنفاس. فلا يصح الاعتكاف من الحائض ولا من النفس، وذلك لأن الحائض والنفس ممنوعتان من دخول المسجد، فلا يجوز للحائض أن تدخل المسجد ولا يجوز للنفس أيضا أن تدخل المسجد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت بسرف: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. ومن شروط الاعتكاف أيضا، وهذا الشرط محل خلاف، أن يكون بصوم، يعني اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف. وهذا الشرط فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما، فلا يصح اعتكاف إلا بصوم. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولم يثبت عنه أنه اعتكف إلا وهو صائم، فعلى هذا يكون الاعتكاف يكون الصوم شرطا لصحة الاعتكاف. ولأنه أيضا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا اعتكاف إلا بصوم. وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة أن الاعتكاف أن الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف، فيصح الاعتكاف ولو بلا صوم. أولا لما ثبت في الصحيح من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. فأمره أن يفي بنذره، والليل ليس محلا للصوم. وجه الدلالة من الحديث أنه قال أوفي بنذرك يعني اعتكف ليلة، والليل ليس محلا للصيام. وثانيا أن كل من الاعتكاف والصيام كل منهما عبادة مستقلة لا تعلق بإحدى لا تعلق لأحدهما بالآخر، فلا علاقة بين الصيام وبين الاعتكاف. وهذا القول هو الراجح، وهو أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما، فيصح الاعتكاف ولو بلا صوم. هذه بعض شروط الاعتكاف. المسألة الأخرى التي تتعلق بالاعتكاف أفعال المعتكف.
ما هي الأفعال المشروعة والممنوعة والمباحة بالنسبة للمعتكف؟ الجواب: المعتكف المشروع في حقه أن يشتغل بالقرب. القرب جمع قربة، وهي ما يقرب إلى الله عز وجل، لأن المقصود من الاعتكاف هو التقرب إلى الله. فالمشروع للمعتكف أن يتفرغ لطاعة الله عز وجل، وأن ينشغل بالتقرب إليه سبحانه وتعالى. ولذلك كانت أفعال المعتكف على أقسام ثلاثة: مشروع وممنوع ومباح. فالمشروع تشاغله بالقرب، يعني اشتغاله بالقرب، يعني بكل ما يقربه إلى الله من الصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن وغير ذلك من أنواع الطاعة. والثاني ممنوع، أعمال ممنوعة، وهي ما ينافي الاعتكاف من الجماع والبيع والشراء. فالجماع مفسد للاعتكاف، قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكذلك أيضا البيع والشراء، لو كان هذا المعتكف يخرج في الليل يبيع ويشتري ثم يرجع إلى اعتكافه، فهذا أيضا مما يفسد الاعتكاف، لأنه مناف للحكمة من مشروعية الاعتكاف. فالاعتكاف شرع لأجل أن ينقطع الإنسان عن الدنيا ويبتعد عنها ويتفرغ لطاعة الله تعالى. والقسم الثالث من أقسام أفعال المعتكف مباح، يعني أفعال مباحة، وهي تحدثه مع زائره أو مع صديقه أو ما أشبه ذلك. فحديثه المباح مع من بجانبه أو صديقه أو زائره، كل ذلك لا حرج فيه. ما يتعلق أيضا بالاعتكاف: حكم خروج المعتكف من معتكفه، هل يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه أو لا؟ الجواب: خروج المعتكف من معتكفه إما أن يكون ببعض بدنه أو بجميع بدنه، إما أن يكون ببعض بدنه أو بجميع بدنه. فإن كان خروجه ببعض بدنه فهذا لا حرج فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه لعائشة فترجله وهو في المسجد، مع أن هذا الأمر ليس ضرورة، ليس من الأمور الضرورية. فيجوز للمعتكف أن يخرج بعض بدنه، فلو كان هناك مثلا نافذة في المسجد فأخرج رأسه لينظر فلا حرج في ذلك. وأما خروج المعتكف بجميع بدنه فهذا على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، يعني تقتضيه الضرورة الشرعية أو الضرورة الطبيعية، كخروجه للأكل والشرب والوضوء والاغتسال وما أشبه ذلك. فهذه الأمور لا بد منها طبعا أو شرعا، لا بد منها طبعا، الأكل لا بد منه طبعا، لا يمكن الإنسان أن يعيش بدون أكل أو شرب، أو لا بد منها شرعا كالوضوء والاغتسال، وهذا مشروط، أعني خروجه للأكل والشرب والوضوء إذا لم يمكن فعل ذلك في المسجد. فإذا كان يمكن فعل ذلك في المسجد بأن كان هناك من يحضر له الطعام والشراب، وكان هناك مكان للوضوء والاغتسال في المسجد، فإنه لا يخرج من معتكفه. القسم الثاني من أقسام خروج المعتكف أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، كما لو خرج للجماع
أو خرج للبيع والشراء أو نحو ذلك، فهذا مفسد للاعتكاف، لأنه ينافي ما شرع الاعتكاف، لأنه ينافي الحكمة من شرعية الاعتكاف، لقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والقسم الثالث: أن يخرج المعتكف لطاعة غير واجبة، كما لو خرج لعيادة مريض أو خرج اتباعا لجنازة وما أشبه ذلك، فهذا إن اشترطه عند ابتداء اعتكافه صح، وجاز له أن يخرج لعيادة مريض أو اتباع جنازة. وأما إذا لم يشترط ذلك فلا يصح. فمثلا لو فرض أن شخصا أراد الاعتكاف وعنده والد مريض أو قريب مريض أو يخشى من موت أحد أقربائه ويريد أن يشهد جنازته، فلا حرج عليه أن يشترط. أما أن يشترط الخروج لكل جنازة أو أن يعود كل مريض فهذا لا يصح، وإنما المراد أن يشترط أن يعود جنازة أن يعود مريضا معينا أو جنازة ميت معين، فلا بأس بذلك لورود ذلك عن الصحابة. فيشترط ويقول: أشترط عليك يا ربي أن أخرج لجنازة فلان أو أن أخرج لعيادة المريض فلان وما أشبه ذلك. وهذا له نظائر في الشرع، يعني الاشتراط، ومنه حديث عائشة رضي الله عنها أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت، فإن لك على ربك ما استثنيت. فهذا الحديث مع ما ورد من الصحابة يدل على جواز هذه المسألة. لكن لو قال قائل: أيما أفضل للمعتكف، أن يشترط أو لا يشترط؟ الجواب: الأفضل ألا يشترط، لكن إذا كان يخشى أن يحصل موت لأحد أقربائه ويريد أن يخرج من غير قطع لاعتكافه، فلا حرج عليه أن يشترط ذلك. إذن هذا ما يتعلق بالاعتكاف وبعض أحكام الاعتكاف. وأهم شيء في الاعتكاف أيها الإخوة هي تفرغ الإنسان لطاعة الله. ومع الأسف الشديد أننا نجد بعض الأمور أو الملاحظات من بعض المعتكفين قد تصدر عن حسن نية وقصد أو عن جهل، قد تصدر عن حسن نية وقصد أو عن جهل. عن حسن نية وقصد بمعنى أنه قصد بهذا الفعل شيئا معينا ولكن أخطأ في هذا، أو عن جهل بمعنى أنه يفعل هذا الفعل عن جهل. فمن الملاحظات، وأنا أتكلم عن نفسي، يعني مما ألاحظه أحيانا ولا سيما في المسجد الحرام، أن بعض المعتكفين أثناء قيام الإمام، أثناء صلاة القيام، تجد أنه لا يصلي مع الإمام وإنما يجلس يقرأ القرآن. قراءة القرآن لا ريب أنها عبادة، وكلام الله عز وجل أفضل ذكر، لكن القيام مع الإمام مما يفوت. وتلاوة القرآن بإمكانك أن تقرأ القرآن في أي وقت، وأيضا فيه مخالفة لجماعة المسلمين، أن تكون في مكان المسلمون يصلون وأنت تشذ عنهم بتلاوتك للقرآن. إذن المشروع أيها الإخوة للإنسان إذا كان الإمام يصلي صلاة القيام أن تصلي معه صلاة القيام، أما أن تشذ عن إخوانك وأن تنفرد بعبادة فهذا من الخطأ.
ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الصحابة رضي الله عنهم صلى بهم وقالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت احرص على القيام مع الإمام حتى ينصرف. من الملاحظات أيضاً انشغال بعض المعتكفين بالقيل والقال، وربما أدى الأمر إلى المجادلة والمخاصمة في مسائل الأمر فيها فيه سعة وفيه رحمة من الله عز وجل. فالمخاصمة والمجادلة وكثرة المناقشات قد تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، فقد تؤدي إلى الجدال والنزاع والشقاق، ومن ثم يحصل في قلب الإنسان شيء على أخيه المسلم. والاعتكاف من أهم مقاصده أن يطهر الإنسان قلبه من عوالق الدنيا، وأن لا يجعل في قلبه غلا على أحد من إخوانه المسلمين. أيضا من الملاحظات بالنسبة لبعض المعتكفين كثرة الخروج من المسجد من غير حاجة، فتجده يخرج لأدنى حاجة مع أنه ليس هناك حاجة ولا ضرورة، وإنما يخرج من هذا الباب ويدخل مع الباب الآخر وما أشبه ذلك، وهذا أيضا من الخطأ. الاعتكاف هو لزوم مسجد، فأنت تجلس وتلزم المسجد ولا تخرج إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة، كخروجك مثل لأكل أو شرب أو طهارة أو تغيير ملابس أو نحو ذلك من الحاجات. أما مجرد الخروج لتتحدث مع فلان أو لتزور فلانا في فندقه أو في محل إقامته، فهذا ليس من الأمور المشروعة، وربما إذا كثر أدى إلى فساد الاعتكاف. أيضا من الملاحظات التي يلحظها كثير من الناس ولا سيما الإخوة القائمون على شؤون المسجد الحرام، ما يحصل من بعض المعتكفين من كونهم يفرشون فوق هذه السجاجيد الفرش والبطانيات ونحو ذلك والشنط مما يمنع من الصلاة في هذا الموضع. فإذا أقيمت الصلاة فتجد أن الصفوف تكون متفرقة وليس هناك تمام للصفوف، وهذا أيضا من الخطأ. أنت ضع سجادة مثلا إذا كنت جالسا تريد أن تكون مكان لاعتكافك، أما وضع البطانيات والفرش والمخدات وربما أيضا الشنط، هذا أولا فيه إيذاء للناس، وثانيا فيه تقطيع للصفوف، لأن هذا الصف الذي وضعت فيه هذه الحقيبة أو هذه الشنطة أو هذه البطانية لن يصلي عليه أحد. وربما أيضا بعض الناس ربما يفرش البطانية، حتى فرش البطانية في الأرض قد تسبب حرجا للناس، لأن بعض الناس قد يتقزز أن يصلي على فراش غيره وقد تمتنع نفسه من ذلك. فالمهم أيها الإخوة أن علينا أن نحرص على التأدب بآداب الإسلام أولا وآداب الاعتكاف، وأن نكون متعاونين مع إخواننا في المسجد الحرام والقائمين عليه والقائمين على شؤون الاعتكاف، لأن ما يصدر منهم من توجيهات وما يصدر منهم من ملحوظات ومن أوامر إنما يقصد بها المصلحة العامة. هم حينما يقولون لك افعل كذا أو لا تفعل كذا لا يقصدون بذلك التعنت والتحجر عليك، وإنما يقصدون بذلك المصلحة العامة. فأسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خيرا وأن يضاعف لهم الأجر والمثوبة. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالاعتكاف. والمشروع لمن أراد أن يعتكف أن يكون دخوله لمعتكفه قبيل
غروب الشمس من ليلة 21، يعني قبل أن تغرب الشمس من هذا من هذه الليلة يكون دخوله لمعتكفه، لأن العشر الأواخر تدخل بغروب الشمس، إذا غربت الشمس من يوم 20 دخلت العشر الأواخر، فعلى هذا الإنسان إذا أراد أن يعتكف فإنه يدخل معتكفه قبل أن تغرب الشمس من ليلة 21، لأن الليلة تابع لما بعده. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالاعتكاف، ولعل بعضها أيضا يأتي في ضمن الأسئلة التي كتبها الإخوان، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد.